شنو كانت أبرز التحديات والصعوبات اللي واجهتها يا عمار؟ والله هواني الحادث ماتي صار حادث سير يعني بال2010، وبدينا شوية شوية من تعرف واحد يتغير من حال إلى حال، فظل هذا الموضوع أنه عندي لازم يعني لازم واحد يسوي شيء قوم يعني مو مال أبقى قاعد، لأنه لازم تواجه خلاص بعد هذا الشيء قدر وصار ما بي مجال. فوالله بدينا أشتغل على هذا الشيء، أنه أنا كنت أحب التصوير، فبديت بال2015. كان شوية تحديات أنه شلون راح تصور وأنت نايم على السرير الطبي، وأني كل صوري وكل شغلي وكل الفيديوهات اللي أسويها أسويها وأنا نايم على هاي وضعية نفس اللي أنا نايم بيها، أصور وأشتغل وكل شيء أسوي. شلون تتنقل يا عمار؟ شلون تتنقل إلى مواقع التصوير؟ شلون تروح لللوكيشن؟ من يساعدك بهذا الشيء؟ وهذا حلم وطموح صعب، وشلون قدرت تحققه؟ الأهل والأصدقاء اللي داير مدايرك هم اللي يساعدوك تحقق الشيء اللي أنت تريده، وهذا ما كان حلم، هذا كان هدف، لأن يعني الهدف تقدر تسويه ولازم تسويه مو مثل الحلم. وأنا كان هدفي إنه أوصل، إنه أخلي العالم كله تعرف إنه ماكو شيء يمنعني من إنه أنا أسوي الهواية اللي أحبها.